الشغل وبتنزل فيها من بيتك، استهلاكك من المايه بيبقى غير الايام اللي انت قاعد فيها في البيت. كمان على مدار ساعات اليوم معايا كده، بيبقى استهلاكك او الاستهلاك بتاعك يعني على مدار ساعات اليوم مختلف. انا اصلا في ساعات نايم فيها يا باشمهندس قافل الحنفيه فاستهلاكي بصفر، في ساعات يا باشمهندس بتبقى والدتي بتعمل الاكل وانا جوه بستحمى ومش عارف اخويا هيخش ورايا فالعداد بتاع الماء بيور، انت فاهم؟ فبرضه الاستهلاكات على مدار ساعات اليوم مالها؟ ها مختلف. ده اللي انا قلته، ده اللي انا اتكلمت فيه. معادلتين ثلاثه بيحسبوا بوبوليشن بريدكشن، بيعملوا تنبؤ لعدد السكان في المستقبل. ارجع للسيكشن هندسه، وبرضه خلينا نتكلم السيكشن الجاي بعد ما ترجع له، ويكون السيكشن بعد الشرح ده هيبقى اعتقد احسن يعني، وازاي بنعمل بوبوليشن بريدكشن. وبعد ما بجيب البوبوليشن بريدكشن بجيب حاجه اسمها ديزاين ديسشارج، تصرف تصميمي. هم اربع تصرفات، بحسب الافريج وبحسب حاجه اسمها كيو ماكسيمم مانثلي، كيو ماكسيمم ديلي، كيو ماكسيمم اورلي، وبعدين بحسب في النهايه كيو مينيمم. لازم القيم دي كلها تبقى معايا وانا داخل بصمم، عشان انا دي زي كاني هعمل حالات تحميل، فلازم يبقى كل القيم بتاعت التصرفات معايا. تمام يا رجاله كده الكلام السكشن اللي فات؟ تمام يا صدر. جميل. انا بس هستأذنكم ثانيه واحده اشير الملف بتاع السكشن ده. طيب السكشن ده يا شباب الاول اسمه الانتيك ستراكشر، منشأ المأخذ. لو تفتكروا السكشن اللي فات، احنا رسمنا رسمه كده، قلت لكم الرسمه دي خدوا بالكم بتيجي كوبي في اي امتحان. لو جات لك في الميد ترم مش هتيجي في الفاينل، لو ما جاتش في الميد ترم بتيجي في الفاينل، اللي هو بيجي يقول لك ارسم الدايجرام بتاع المعالجه، عمليات المعالجه. تمام كده. لو تفتكروا رسمنا المجرى المائي وعملنا جنب المجرى المائي منشأ اسمه ايه؟ لو تفتكروا كان اسمه ايه؟ هو الانتيك. انتيك استراكشر. الله يفتح عليك، انتيك استراكشر. الشاشه متشيره كده يا رجاله. هندسه. تمام. طيب الصوت ما بيقطعش؟ نعم كله مظبوط. طيب يا رجال خلينا قبل ما نبدأ نتكلم والأسئلة والنظري والامتحان ولا المسائل، هو بالراحة كده، هو أنت عايز تعمل يا باشمهندس؟ أنا عايز يا رجالة أجيب المية من المصدر اللي خلاص اتفقنا المرة اللي فاتت إن هو مصدر إيه؟ سطحي، عشان اللي هيجي يقرأ أو يبحث أو يحب يكمل شغل في المجال بتاعنا ده، في ناس كتير جدا بتعمل كده على فكرة. لازم تبقى مركز ان كل اللي انت درسته معانا دي مصادر سطحيه، معالجات على مصدر سطحي، ميه سطحيه. انما لو حضرتك هتبدا تقرا او تهتم بحاجه تانية زي المصادر الجوفيه هتلاقي نظام المعالجه مختلف، لو هتبدا تهتم بحاجه زي تحليه ميه البحر هتلاقي برضو النظام مختلف. طيب الانتيك ستراكشر ده هو ببساطه منشا كل وظيفته ينقل لك الميه، يقول لك اتفضل كده الميه اهي من المجرى المائي لحد محطه المعالجه. طيب هسال نفسي سؤال، اذا من اللي انا بقوله ده يعتبر الانتيك هو جزء من محطه المعالجه ولا ما يعتبرش جزء من محطه المعالجه؟ الناس تجاوبني يا شباب. يعتبر حلقه وصل هندسه، مش جزء اساسي وحلقه وصل يعني بالظبط. يعني انت عايز تقول لي لا يا باشمهندس ده ما يعتبرش جزء من محطه المعالجه، هو حاجه بتخدم على محطه المعالجه. بالظبط. جميل. طيب يا رجاله يبقى هو كل وظيفته ان ينقل الميه. طيب الانتاج ده طالما هينقل الميه يبقى هو كانك بتقول لي يا باشمهندس هو فكرته بالظبط زي فكره الموتور اللي انا بجيبه اركبه عندي في البيت من تحت. لو انا قاعد في الدور السادس والميه مش واصله لي، انا ببساطه بروح اشتري موتور لقدره معينه، حصان، نص حصان، ثلاث ارباع حصان، وبجيب سباك يركبه لي على البطاريه او الماسوره الام، احنا بنسميها في العرف وفي الشغل البطاريه، تبدا الميه توصل لي الشقه. يبقى هو ببساطه كده كانه مجموعه من الطرمبات او المواسير. بالظبط يا باشمهندس. طب بشكل ادق بقى هو بيتكون من ايه؟ الانتيك ستراكشر بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاربع حاجات اللي انت شايفهم دول، او ثلاث حاجات، انا اسف، بيكون ثلاث حاجات: مواسير النقل اللي هي الكوندويت بايب والدليفري بايب.
بيكون من طرمبات، بيكون من بيارة. طيب ايه انواع الانتاج؟ ما خد بالك من حاجة، هو انا لو بتكلم عن قرية او مدينة عليها ترعة يعني ترعة ضيقة او صغيرة او زي ترعة اللي قدام الكلية، هل الانتاج اللي هيتعمل عليها زي مدينة زي المنصورة على نهر نيل، او مدينة في الصعيد على طول على نهر نيل؟ يعني انا هنا المصدر عندي بتكلم عنه نهر نيل، هل الانتاج هنا هيبقى زي هنا؟ اكيد لا يعني هندسه بالظبط. يبقى برضو اختلاف المصدر هيسبب تغير في الانتاج اللي انا هعمل. هي نفس الفكره، ومن هنا ظهر عندي، ومن هنا ظهر عندي ان انا عندي كذا نوع من الانتاج. عندي شور انتاج، بايب انتاج، عندي نوعين تانيين سبمرجد انتاج وطور انتاج. طب المقرر علينا ايه يا باشمهندس اللي هندرسه؟ هو شور انتاج والبايب انتاج، معايا كده؟ طيب ايه الحالات اللي انا بعملها مع الانتاج البايب انتاج؟ انت قلت لي دلوقتي ان انا هدرس وهصمم وهحسب حاجتين، يا شور انتاج يا بايب انتاج في المسائل. ها امتى هعمل ده وامتى هعمل ده؟ البايب انتاج بيتعمل مع الترعه الكبيره ببساطه، سيبك من اللي انا كاتبه ده، حتى البايب انتاج بيتعمل مع الترعه الكبيره زي نهر النيل او وايد كانال، انما الشور انتاج بيتعمل مع الترع الصغيره، بيتعامل مع الترع انهين الترع الصغيره، معايا كده؟ يعني وده بيعبر عنها بثلاث كلمات. تعالى بقى نحفظ ايه من دلوقتي حاجه مهمه جدا، ان اول ما يجيب لك مساله انتاج ويجي يقول لك ان الووتر سورس كان ريفر نايل او وايد كانال، ريفر نايل او وايد كانال يعني ترع كبيره على طول، هو خد بالك دايما مش هيجي يقول لك ديزاين شور انتيك او ديزاين بايب انتيك في السؤال، لا هيجي يقول لك دايما ديزاين سيوتابل انتيك، صمم الانتيك المناسب. يعني هو مش هيحدد لك نوع، هو هيحدد لك نوع المجرى المائي بكلمه او بوصف، وانت اللي هتقول له انا هصمم كذا. فدي حتى عليها درجه من السؤال. فلو قال لي، تحفظ معايا بقى يا هندسه، فلو قال لي ريفر نايل او وايد كانال ترع عريضه او نهر نيل، ها هستخدم مين؟ انا لسه قايل بايب انتيك. طيب لو قال لي بقى ثلاث كلمات، طب ما دون ذلك، خلاف ذلك، هستخدم شور انتيك. طب يا باشمهندس هو ما خلاف ذلك يعني هو بيقعد يقول كلام كتير؟ لا، هو هيجي يقول لك حاجه من ثلاثه، يا اما هيجي يقول لك نافيجيبل كانال او شالو كانال او نارو كانال، الثلاث كلمات دول بيجي معاهم الشور انتيك. يبقى معلش عايزين نبدا كده نحفظ امتى هستخدم ده وامتى هستخدم ده. مع الترع الكبيره او النهر النيل على طول بايب انتيك، ما دون ذلك شور انتيك، ما دون ذلك اللي هو ايه؟ دايما بيستخدم ثلاث حاجات، ما غيرش قبل كده، يا اما ترع شالو ضحله، يا اما ترع نارو ضيقه، يا اما ترع نافيجيبل ملاحيه. كلمه نافيجيبل هنا ملاحيه مش ترع كبيره، ملاحيه دي عشان شغل صيد سمكي وحاجه كده يعني، معايا؟ طيب برضو في سؤال، هو يا باشمهندس لو هنيجي، اللي هو السؤال اللي انا داخل عليه، لو هنيجي نعمل انتاج عند مدينه معينه او لقريه معينه، هو انا هاجي عند اي حته كده واقوم قايل هو ده المكان اللي انا هعمل عليه الانتاج، ولا بيبقى في دراسات بتحدد الكلام ده، او بيبقى في عوامل بتحدد الكلام ده؟ بيبقى في عوامل طبعا. اولا يفضل ان المكان اللي انا هاخده ما يبقاش فيه تلوث، ما جيش اختار مكان اعمل عليه الانتاج تكون الناس بترمي فيه زباله وبترمي فيه رواس البهائم، بترمي فيه صرف مثلا الري الاراضي، يعني الري بتاع الاراضي عاملين مثلا المجرى بتاع ناتج الصرف بيقوموا رميينه في الترع. ما جيش انا اختار المكان اللي انا هسقي منه الناس او هشرب منه هو مكان الملوث يعني، ده رقم واحد. رقم اتنين، ابعد عن اماكن النحر والترصيب، ابعد عن التعرجات في المجرى، عشان حته النحر والترصيب والمواسير. الناس معايا ولا الناس مش معايا؟ تمام يا هندسه معايا. طيب يبقى دول الايه الحاجتين اللي بيحددوا مكان الانتاج. طيب خليني انا رحت للسلايد اللي بعدها وهرجع تاني للسلايد اللي فاتت، يعني خليني اقول لك ان دي رسمه الشور انتاج. الرسمه اللي قدامك دي الشور انتاج، اللي هو بالمناسبه انا بسال الناس بقى بيجي مع انهي ترع؟ مع الترع النارو ايوه، الترع الصغيره النار والشال والنافيجيبل، جميل. طب يا باشمهندس انا الرسمه دي مطلوبه مني؟ اه، بس مش بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعدين اولا احنا لو هنتكلم عن الشكل ده، ده الشكل ده يا باشمهندس معقد جدا، او يعني محتاج وقت كبير جدا في الامتحان عشان ارسمه. لا، هو انا هيبقى مرسوم مني كده مطلوب مني كده؟ لا، ده شغل ايه محتاج ان انا اعمله في مشروع،
في حاجه، انما في الامتحان انا ممكن ارسم رسمه زي اللي تحت دي. هو انا لما بزوم الشاشه بتتزوم عندكم برضو ولا في مشكله؟ ايوه. طيب جميل. انا لما هاجي ارسم هرسم رسمه زي دي، اللي هو ايه يعني؟ هرسم الاورنيك بتاع الترع والطريق، الاورنيك اللي انت اصلا حفظته ورسمته من وانت في اولى مدني، اللي هو بيبين قطاع الترع البيد ليفل، بيبين الووتر ليفل فيها، بيبين البيرم ليفل المسطح، بيبين الرود ليفل، بيبين المناسيب. ها صح كده. طيب ده الاورنيك العادي اللي احنا متعودين نرسمه. ايه الجديد بقى يا باشمهندس؟ الجديد ان انا هبدا امشي ماسوره تحت الطريق اسمها كوندويت بايب او سكشن بايب، ودي اول حاجه انا هصممها عندي في المشروع او في الانتاج. كوندويت بايب او سكشن بايب اللي هي مواسير السحب. ها طب المواسير دي وظيفتها تنقل ايه؟ تنقل الماء من الترعه لحد حاجه اسمها الصمب، البياره. كلمه بياره عندنا في عرف المهندس المدني عموما هي خزان ارضي. معايا شباب؟ البياره هي خزان ارضي، يعني لو انت داخل بعربيتك كده محطه بنزين، انت واقف بالعربيه على بيارات، خزانات ارضيه مليانه بنزين. الناس فاهمه؟ تبدا المايه تتملي في الصب، هتروح ازاي؟ اه ما الصب ده بقى يا باشمهندس خزان، هقدر اركب عليه العنصر الثالث اللي هو اسمه البامبس او الترومبات، واللي انا هبدا اشد بيها المايه عشان ارميها او المايه تجري في حاجه اسمها اللي هي رابع حاجه ديليفري بايب. ديليفري بايب، يبقى انا هنا في الشور انتيك، دي رسمه الشور انتيك، دي اللي مطلوبه مني ان انا ارسمها في الامتحان. اظن دي ما تاخدش منك دقيقه 60 ثانيه بس. طبعا ايه كلام برضو ايه يعني نضيف، يعني مش 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 كلام شخبطه، لا يترسم بشكل سليم مفهوم يا باشمهندس. يبقى انا هنا عندي بصمم اربع حاجات: كوندويت بايب او سكشن بايب، مواسير السحب، الصمب، البامب، الدليفري بايب. خليني اتفق معاك على حاجه، ان الكوندويت بايب او سكشن بايب اللي في الاول اللي هي رقم واحد، او الدليفري بايب اللي هي رقم اثنين رقم اربعه، اي بايب في الدنيا لما اجي اقول لك صممها بتتصمم بانهي معادله؟ لو انتوا لو انتوا جدعان برنولي، حد عنده اجابه يا شباب؟ برنولي هندسه. يعني ايه برنولي؟ قول لي المعادله بتقول ايه. انا مش حافظها بس هي معادله برنولي. طب ليه صعبه على نفسك يا هندسه؟ الموضوع ابسط من برنولي. حد عنده اجابه تانية؟ ده المعادله قدامكم. اي ماسوره في الدنيا يا شباب بتتصمم بمعادله الاستمراريه، الكيو بتساوي الاي في الفي. اي ماسوره في الدنيا. انا عايز اقول لك ان الراجل اللي بتاع هندسه الميكانيكا اللي هو بيصمم الفرامل او المكبح اللي في السيارات، بيصمم الماسوره او الخرطوم اللي هيمشي فيه الزيت بكيو بتساوي الاي في الفي. على فكره معايا؟ لان المعادله دي تمشي اصلا لاي مائع، لاي فلويد سواء ميه او زيت او اي فلويد. ها يبقى انا هصمم العنصر رقم واحد والعنصر رقم اربعه بكيو بتساوي الاي في الفي. امال ايه ال ان دي يا باشمهندس؟ انت عندك عدد للمواسير بقى يا هندسه. هو سؤال بس، سؤال. هو انا لما اجي اطلب من الناس ان هي تصمم ماسوره يعني ايه تصمم ماسوره هندسه؟ طب انا هوقف السؤال، انا عايز الناس تتفاعل معايا يا رجاله، يعني افتحوا المايكات حتى في لحظه السؤال. يعني ها لما اجي اطلب من الناس ان انت تصمم كاميرا، حد عنده تصور يعني انا هعمل ايه؟ يعني ان انا اقول لك صمم كاميرا اصلا؟ بنجيب الابعاد والتسليه. الله يفتح عليك، اللي جاوب كده انا عايزه معايا برضه. طب لما اجي اقول لك صمم ماسوره، يبقى انت متخيل تجيب ايه في الماسوره؟ قطر الماسوره بالظبط. بس اوعى تزود حاجه، او ممكن ازود عليها عدد المواسير لو انا بتكلم عن تصرف محتاج انقله. ما هو التصرف ده ممكن يتنقل في ماسوره او في اثنين او في ثلاثه او في 10، يبقى انا محتاج الاساسي القطر، صح كده؟ تمام. طيب يبقى انا هنا ده رسمه الانتاج. طب الرسمه اللي قدامنا الثانيه دي رسمه مين؟ رسمه بايب انتاج. الرسمه دي يا شباب لو تاخد بالك هي برضو اورنيك الترع مع الطريق عادي جدا، بس هي عشان بس مرسومه انا برضو مش مطالب ان انا ارسمها يا باشمهندس في الامتحان، مطالب ان انا ارسم رسمه ابسط منها وهبعتها لك في السكشن اللي انا هبعته بعد ما نقول السكشن. يعني ها هرسم اورنيك الترع والطريق. الفكره بس ان انا هنا نتيجه ان انا شغال على ترع كبيره او نهر نيل، مش ده البايب انتيك يا رجاله؟ ها
مش ده البايب انتيك؟ نتيجة بقى ان انا شغال على ترعة كبيرة، يبقى انا هنا مش محتاج ان انا ماشي الماسورة تحت الطريق، لان لو انا بتكلم عن ترعة كبيرة يبقى اكيد المواسير عندي هتبقى مواسير كبيرة، وقطاع الطريق عندي هيبقى قطاع كبير وهكذا. ما هو معلش الطريق اللي موجود جنب ترعة صغيرة غير الطريق اللي موجود جنب نهر مثلا او ترعة كبيرة. يعني الطريق اللي جنب الكلية اللي جنب ترعة الكلية ده مش اكيد نفس عرض الطريق اللي موجود مثلا جنب نهر النيل في القاهرة، ولا بيعدي عليه احمال، صح ولا انا غلطان؟ طيب يبقى ايه يعني يا باشمهندس الاختلاف؟ الاختلاف ان انا هنا مش محتاج ان انا امشي الماسوره غطسانه زي المره اللي فاتت كده، لا ده انا هشيلها بتراس، التراس ده ريستد او مرتكز على بايلز خوازيق، تمام كده. والماسوره دي هيبقى منها فتحتين، لان عندي الترعه الكبيره المنسوب بيتغير فيها، بيتغير من من قيمه لقيمه معايا كده. فعندي دايما في المسائل هيبقى عندي حاجه اسمها هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل معاك. انت دايما لما تيجي لو لاحظت اي ترعه عندنا هنا في مصر او حتى الترعه اللي قدام الكليه، لو جيت تبص يعني هتلاقي ان في شهور الصيف، شهور الصيف معايا كده، هتلاقي المياه فيها بتعلى، لان المنبع عندي نهر النيل اصلا فين؟ تحت في الجنوب، فبيبقى عندي الفصول معكوسه شتاء. انا عندي فوق صيف في مصر بس عندهم هناك شتاء، فعندهم امطار وامطار غزيره، فالقيمه او التصرفات بتزيد، انت واخد بالك؟ بعكس الشتاء اللي عندك هنا، هي الدنيا عماله بتشتي عندك والدنيا مليانه مطر وبتاع، بس هناك عنده صيف فعنده شبه جفاف فالمنسوب بيقل. فانت لو لاحظت اي ترعه هتلاقي المايه فيها بتعلى، فدايما عندي هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل. خلينا نتفق اتفاق كده في الاول، انا هامن نفسي واما اجي اصمم على اللو ووتر ليفل. طب امال انا في التنفيذ ليه بعمل ماسوره عند الهاي ووتر ليفل؟ هو باشمهندس خد بالك، انا كل ما بنزل تحت في القاع كل ما اصل دي ميه محطوطه في ترعه، معلش مش محطوطه في تانك معمول له مثلا سيراميك او حاجه، لا ده انا كل ما هقرب للقاع كل ما هشد ميه بروبه وبرواصب وبطين وبطمي معايا كده. فعايز استفاد ان الميه عاليه يبقى المايه اللي انا بسحبها نظيفه، ده بيريحني في عمليات المعالجه. فهتبص تلاقي المايه بتتسحب بالماسوره اللي هي ريستد على التراس، وعلى طول هتلاقي ايه يا هندسه؟ ها على طول هتلاقي ايه؟ هتلاقي البايب راكب البامب، انا اسف، راكبه على مين؟ على السكشن او الكوندويت بايب. انا عارف ان الرسمه فيها فرق بس يعني ايه، خلينا نحصر الفروق اللي في الرسم دي كراجل مهندس صحيه. ايه الفرق ما بين الرسمه اللي قدامي دي والرسمه اللي فاتت؟ ها هندسيا او تصميميا مفيش صمم. الله يفتح عليك يا هندسه، الله يفتح عليك بالظبط. انا مش هقول اكتر من اللي انت قلته يا باشمهندس. هناك انا كنت مركب صمم، يعني الكوندويت بايب اللي هي قدامك متهشره دي، والراجل مشاور عليها وقال لي اسمها كوندويت، رمت المايه في حاجه اسمها صمم. او حتى يا سيدي في السكتش اللي انا رسمه لك بايدي كده اهو، الكوندويت بايب او السكشن بايب رمت المايه في صمم، وبعدين بدات اركب البمبات على الصمم، تمام كده. طب انا ليه هناك ما عملتش بقى ايه؟ هناك ما عملتش كده يا شباب، هناك في الدليفري او انا اسف في البايب انتيك ما عملتش كده، حطيت البامب على السكشن او كوندويت بايب على طول. طب ليه يا باشمهندسين عملت صمب في الشور انتيك وما عملتش صمب في البايب انتيك؟ انتم ناس في مدني، ويعني ايه هيبقى مطالب ان انتم هو معلش يا شباب سؤال، هو الشاشه اللي متشاره قدامكم هي الرسمه بس ولا في حاجه تانية؟ لا هو دلوقتي البي دي اف اللي هو عليه الرسمه. طب تمام انا بحسب بس لان انا فاتح من على اللاب ومن على الموبايل، بس عشان الموبايل المره اللي فاتت عمل معانا مشكله، انا اسف اللاب قصدي، وبدا يقطع، فلقيت الموضوع الموبايل اسهل واحسن يعني. طيب اسف، حد عنده تصور ليه بعمل في الشور انتيك صمب او بياره او خزان ارضي ارمي فيه الميه الاول قبل البمبات، وما بعملش ده في البايب انتيك؟ لو حد عنده تصور يتكلم. لان باشمهندس في الشور بتبقى يعني بتبقى ايه كميه الميه قليله والتصرفات قليله، فمحتاج ان انا اعمل خزان الاول. جميل اجابه تاخد مثلا 70% او 80%، هي ناقصه حاجه ليه برضو؟ كمل على الاجابه دي يعني. انا عشان اجاوب الاجابه كنت هقول اللي انت قلته ده، بس هقوم مكمل بقى عليه حاجه. انا بقول يعني لان هنا كميه المايه بتبقى مثلا مش يعني ايه مش هقدر اوفر منها اللي انا محتاجه،
على طول الوقت، فانا محتاج ان انا ابقى معايا كميه ميه متخزنه بحيث ان انا اقدر اتصرف فيها في الوقت اللي انا محتاجها فيه. فبالتالي هي انا فضل محتاج ان انا يبقى ايوه محتاج يبقى في ميه متوفره يعني تحت ايدي دايما. صح. هو بص يا شباب، هو زي ما قال زميلنا بالظبط، هي دي الاجابه، بس هي بس ناقص لها تكه صغيره خالص يا باشمهندس. اغلى حاجه في المنشا اللي قدامي ده كله هو البمبات، هي الحاجه اللي مكلفه، مكلفه سواء في اعمال التشغيل او في اعمال الصيانه او انا بشتريه، انما كله رخيص. فهي البمبات دي خد بالك، هو الانتاج كله انا ممكن اختزله في ايه؟ انا بشرح لك في بدايه السكشن، قلت لك الانتاج ده ما الا ايه؟ شويه بمبات بتنقل الميه، فهي اهم حاجه وهي اغلى حاجه. دلوقتي يا باشمهندس انا عامل الشور انتيك على ترع صغيره، ترع ضحله، فلو انا ركبت، ها ركز بقى، لو انا ركبت الترمبات على المواسير على طول، وارد جدا ان دي ترع صغيره، الميه ايه اللي يحصل فيها؟ الميه تقل او تجف فجاه او في وقت قليل، فبص الاقي الترمبات دي بدات تسحب طين فتتحرق فتبوظ. يبقى انا هنا خسرت ماديا، كمان عطلت الايه المنشا اللي عندي او المحطه اللي عندي، ما بقتش اوصل لها ميه، وهبدا اوقف الدنيا واقول لهم الحقوني، ده مدوا المدينه باي مصدر، ودوا لهم عربيات، اتصرفوا لهم على ما احل اصلا المشكله اللي عندي. فانا عشان اامن نفسي عملت بياره خزان عشان اقدر اراقبه، عشان اقدر اركب عليه حتى سنسور، بحيث ان السنسور او الحساسات دي لو الميه قلت فيها عن منسوب معين تقدر ان الترمبات دي تفصل، وساعتها سهله بقى اتصرف مع المدينه انا، يبقى انا حليت حتى نص المشكله. انما بقى يا باشمهندس البايب انتيك، انا بتكلم عن نهر نيل وعن ترعه كبيره، احتماليه ان الميه تقل او تجف فجاه او في وقت قليل وانا نايم او سرحان، ده احتمال قليل جدا، يكاد يكون بيساوي صفر، انت واخد بالك؟ فانا ضامن ان كده كده دايما الترمبات هتسحب ميه من مين؟ من المواسير، مش هتسحب طين ولا هتسحب هواء فتتحرق. ها يبقى انا الاجابه بتاعت ليه بعمل صمب على شور انتيك وما بعملوش على البايب انتيك نفس البدايه اللي هو الباشمهندس قالها ونفس الكلام، بس اقوم مزود، انا خايف على الترمبات ان هي تتحرق، فعشان كده بامنها وبعمل صمب في شور انتيك، عشان لو الميه جفت في المجرى البمبات ما تسحبش طين او هواء فتتحرق، وده مش هيحصل في الترعه الكبيره اللي بعمل على البايب انتيك. ها الناس فهمت كده يا شباب ولا في مشكله؟ ايوه تمام كده يا مهندس. طيب تاني للي ما حضرش السكشن اللي فات، هو انا هنا يا باشمهندسين لما اجي ابدا اصمم بقى، احنا خلاص هنبتدي نصمم بقى، اول حاجه لازم عندك الديزاين تشارج. يعني يا باشمهندس هعمل بوبيليشن بريدكشن، ومن البوبيليشن بريدكشن ده هجيب كيو افريج واجيب الاربع كيوهات. اه يا باشمهندس في مسائل ساعات يبقى الراجل مريحك ومديك التصرفات على طول تشتغل بيها، وفي مسائل في الانتاج بالذات، وفي مسائل في الانتاج يبقى جايب لك الدرس الاولاني ومدخله لك هنا معايا في مساله الانتاج، كانه بيديك مساله تحل بيها درسين، انت فاهم قصدي؟ يعني يديك عدد سكان واستهلاك فرد ويطلب منك تعمل تنبؤ فتبدا تشتغل في القصه دي. يبقى انا في الاول مطلوب مني، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب الكيو افريج اللي هي عن طريق البوبوليشن في الوتر كونسومبشن معايا. طيب في حاجه احنا المره اللي فاتت قلت لكم اجلوها ومش هنقولها الا السكشن ده، اللي هي حته 24 على عدد ساعات تشغيل المحطه. بصوا يا شباب احيانا ساعات بيقول لك ساعات تشغيل في السؤال وساعات ما بيجيبلكش سيره عنه. لو جاب لي سيره ان البامبس بيجيبها لك كده، البامبس وركس 16 اور ديلي، يعني الترمبات بتشتغل 16 ساعه يوميا، او ان يجي يقول لك مثلا الووتر تريتمنت بلان دي وركس 16 ساعه يوميا، يبقى هو ذكر ايه عدد ساعات تشغيل في المحطه. يبقى انا ساعتها لما اجي احسب الكيو افريج هقول البي في الووتر كونسومبشن في 24 على عدد ساعات تشغيل المحطه. اوعى تقلبها، اوعى تعكسها، اوعى تقول عدد ساعات تشغيل المحطه على 24. ودي فكرتها ليه برضو؟ بالراحه انتوا في مدني وانتوا هتكملوا معانا الترم الثاني، بعضكم طبعا هيكمل كورس شبكات وبعضكم هيكمل يعوز يخش مشروع، فلازم يبقى فاهم الكلام ده. لما باجي اشرحه في انشاءات بجري كده بمر فيه مرور الكرام يعني، تمام؟ طيب معلش شباب ممكن بس اوقف لحظه واحده وهرجع لكم ثانيه واحده بس ارد على تليفون. معايا يا رجاله ثانيه واحده بس هرد على التليفون.
باشمهندس، هو احنا المفروض بنكتب الكلام اللي في PDF اللي مع الباشمهندس، ولا احنا هو كده كده بينزله لنا بعد السكشن؟ كده كده هينزله لنا بعد السكشن. ماشي تمام، شكرا مهندس. انت معانا الجروب اصلا بتاع الواتس؟ انا في جروب الدفعه مش في جروب السكشن. بس مش في الجروب بتاعنا. خليه المندوب بتاعنا، خليه يدخلك. مين بقى هو؟ بس خليل مندوب عام، هو مندوب السكشن بتاعنا برضو. انت معنا في السكشن، هو مندوب السكشن. خلاص، طب بعد السكشن ده يبقى نشوف. كلمني يا بحيري، انا المعصران على فكره. ايوه انا عارف، انا معصران. رضيع، هكلمك على الواتساب ما اخلصش. او مع سراني والنبي حد يبقى يفكرني في اخر السكشن بسال السؤال ده. تسال سؤال؟ انا عشان بس حد يفكرني ان انا هنسى قبل ما نوصل للسكشن. معلش يا شباب، انا اسف. حد ليه سؤال؟ حد ليه سؤال بيقول؟ ده بيقول هيسال. كان عندي سؤال في السكشن، في الشيت، اسف. هيسال لسه في الاخر يعني، مش هو في شيء. طب نخلص السكشن وممكن اسمعكم في الاخر. هو قال كده. طيب يا شباب نكمل الكلام. ها، يبقى انا هنا في الاول محتاج ان انا احسب الكيو افريج، ولو واخد بالي لو ذكر عدد ساعات تشغيل في المحطه اقول 24 على عدد ساعات تشغيل المحطه. لو ما ذكرش يعتبر ان المحطه شغاله 24 ساعه، هتبقى 24 على 24 بواحد، فما بحطش الفاكتور ده. طب باشمهندس دلوقتي هو ليه بيذكر ساعات تشغيل في المحطه؟ بصوا يا شباب، احنا ببساطه قلنا ان المحطات والكلام ده كله بيخدم عمر طويل، بيخدم من 40 ل 60 سنه. طب انا لما اجي ابتدي اشغلها، هل محتاج في الوقت اللي في الحاضر ده اشغل المحطه بكامل طاقتها، ولا ممكن اشغلها عدد ساعات من اليوم وخلاص الناس تروح واطلع كميه الماء اللي الناس محتاجاها، ابدا احوشها في الخزانات او ابدا اجريها في الشبكه والناس تشرب مع نفسها؟ صح كده؟ بيبقى في بداية التشغيل كده بيبقى العدد السكاني مش كبير. ده اللي انا بعمله، بتبقى المحطة شغالة مثلا 10 ساعات، 12 ساعة، 16 ساعة. فاللي بيحصل ان انا ببقى مطالب ان انا اطلع كمية، خد بالك انا لو عكستها مش هيديني كمية التصرف المطلوبة. يعني لو قلت عدد ساعات التشغيل اللي هو 16 او مثلا 12 او 18 ايا يكن على 24، فهيبقى كأني بضرب في فاكتور اقل من الواحد، فكأني بقلل التصرف مش بكبره. انما انت بتبقى هنا عايز تشتغل 16 ساعه بس تطلع فيهم التصرف اللي انت محتاجه في اليوم كله. انت فاهمني؟ يعني لو في اليوم كله انا محتاج اطلع حاجه، طب لو انا هشتغل في اقل من اليوم ومحتاج اطلع نفس الحاجه، فاكيد محتاج ان انا اضرب في فاكتور اكبر من ايه؟ ها، اكبر من الواحد. الناس فاهمه قصدي؟ انا بتكلم رياضيا حتى، ماليش دعوه بقى بالصحيه. ها، الناس فاهمه؟ يعني الوقت العدد الساعات دي بتبقى المحطه شغاله اكتر من طاقتها. مش اكتر من طاقتها، لا الناس، هي الفكره ان بتطلع كميه ميه اكتر من اللي الناس محتاجاها في اليوم. يعني ايه؟ تاني انا هقول لك، اكرر لك اخر جمله.
لو الناس في اليوم كله محتاجة قيمة معينة من المية. انا لما اجي اشغل المحطة دي لو هفرد الشغل، لو هفرد الشغل بتاعها على مدار اليوم هتشتغل بريت او بمعدل معين، ها هتشتغل بريت او بمعدل طب انا لما اجي اعمل انكماش او اضغط المحطة دي ان تطلع نفس القيمة، ها تطلع نفس القيمة اللي مطلوبة دي بس في عدد ساعات اقل من ال 24، فاكيد الريت بتاعي ماله، اكيد الريت بتاعي هيزيد. تمام صح. يعني انا بقول لك ايه، المسافه من طنطا هنا للقاهره بناخدها مثلا في ساعه، لما اجي اقول لك يا باشمهندس انا عايزك فانت الساعه دي هتمشي بريت معين بسرعه معينه، اما اقول لك يا باشمهندس انا عايز اخدها في نص ساعه اكيد انت هنا هتضطر تضاعف السرعه اللي انت ماشي بيها مثلا، صح كده ولا ايه؟ تمام، هي نفس الفكره. طيب يبقى انا اخد بالي، انا بكرر تاني لان الناس خد بالك ناس كتير بتنسى تضرب في الفاكتور ده، اوعى تنسى لو هو ذكر عدد ساعات تشغيل المحطه، ده رقم واحد. رقم اتنين، ناس كتير برضو بتشقلب الموضوع، لا انت هتشقلب الموضوع ليه؟ انا محتاج اكبر الكيو مش اقلل. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، هل محتاج اجيب الاربع تصرفات؟ لا يا باشمهندس، احنا المره اللي فاتت ادينا الاربعه عشان لما يجي يطلب منك ديزاين تشارج، انما بعد كده كل عنصر هصممه ليه الديزاين بتاعه. خلينا نقول ان كيو ماكسيمم مونثلي هي كيو ديزاين ل 90% من الشغل، يعني في حاجات تانية الكيو ديزاين بتاعتها مش هتبقى كيو ماكسيمم مونثلي زي الشبكات مثلا. انا عندي في شغل المحطات اللي انت هتاخده في الترم الاولاني كله الكيو ديزاين هي كيو ماكسيمم مونثلي. يعني انا يا باشمهندس كنت مستني بصراحه حد يسالني يقول لي يا باشمهندس انت قلت لنا ان احنا نجيب كيو ماكسيمم مونثلي، كيو ماكسيمم ديلي، ماكسيمم اورلي، وكيو مينيمم. طب هو مين فيهم الديزاين؟ مين فيهم اللي انا هاخده اصمم الرقم اللي انا هاخده اصمم بيه؟ هل الاورلي ولا لا باشمهندس؟ ايه يا هندسه؟ ايه يا شباب بتقولوا تاني؟ سأل لك اول السكشن هندسه. الصوت بيقطع يا هندسه، الصوت بيقطع ولا الصوت سليم؟ لا لا طب الناس الصوت بيقطع. انا اعتقد هندسه ان انا يعني يعني انا عايز اقول لك ان انا قاعد جنب الراوتر، انا حاطط الراوتر جنب الموبايل. الصوت كويس يا باشمهندس عندنا، هو بس تقريبا النت من لا لا الصوت تمام يا هندسه. طيب هعيد تاني، هعيد تاني. طيب طيب يا شباب يبقى انا هعيد تاني، واللي حتى كان بيقول لي احنا سالناك في اول السكشن ممكن يكون سهوا ما ردتش او والله يعني ما خدتش بالي. بصوا شباب انا عندي اربع تصرفات، كل تصرف من دول هو ديزاين بس ديزاين لحاجه معينه. يعني هاجي على المحطات كلها واقول ان الديزاين بتاعك ماكسيمم مونثلي، الشبكات التصرف التصميم بتاعها ماكسيمم ديلي وماكسيمم اورلي، انت واخد بالك؟ المينيمم انا بحتاجه في كل الحالات، فهي دي التقسيم. انا هنا مش محتاج ان انا اجيب كله، اوعى تضيع وقتك في تجيب حاجه مش مطلوبه، الدكتور عمره ما هيديك درجه على حاجه مش مطلوبه. يعني انا ما تضيعش وقتك تجيب ماكسيمم ديلي وماكسيمم اورلي، لا محتاجك تجيب ماكسيمم مونثلي وكيو مينيمم بس. طيب نبدا نصمم. الاول هصمم حاجه اسمها الكوندويت ايه، هصمم حاجه اسمها الكوندويت بايب. الكوندويت بايب دي يا شباب اللي هي المواسير اللي ماشيه تحت الطريق، زي ما انتوا جاوبتوا، انتوا اللي جاوبتوني على فكره، قلت لي انا مطلوب مني اجيب عددها وقطرها، هصممها بمعادله الاستمراريه اللي هي بتقول الكيو ديزاين بتساوي الاي في الفي في الان. الاي اللي هو مساحه مقطع الماسوره اللي هو باي دي تربيع على 4، الفي سرعه الميه، الان العدد. طب بالراحه بص خليك دايما بعينك عند الحته اللي انا واقف عندها، ما تسبقنيش لتحت. هو هنا باشمهندس الطرف اللي على الشمال هيبقى كيو افريج ولا كيو ديزاين؟ الناس تفتح المايكات وتتفاعل معايا يا رجاله. يبقى كيو ديزاين. ديزاين يا هندسه. جميل، معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. طيب الطرف اللي على اليمين في كم مجهول المفروض؟ العدد والمساحه والقطر يعني. صح طيب صح، الباشمهندس عايز يقول لي يا باشمهندس ده الطرف اللي على اليمين كله مجاهيل، ازاي احل معادله في ثلاث مجاهيل؟ لا ما انت حضرتك بقى هتفرض اتنين وتجيب الثالث. دايما هفرض قيمه السرعه والعدد واجيب الايه القطر. العدد، العدد دايما عندي من 2 ل 4، فدايما خدوا افريج 3. وانا كاتب لك ما بقللش عن اتنين ليه؟ لان لو اعتمدت على ماسوره واحده، الماسوره دي ماشيه تحت طريق جايز تتكسر نتيجه حمل مشي على الطريق ده، فساعتها لو الماسوره دي انكسرت هتعطل لي الصمب وهتعطل المنشا نفسه وهتعطل المحطه كلها. فانا اقل حاجه هعتمد على كام ماسوره؟ اتنين. طب وما زودتش عن 4 ليه؟ انا كاتب لك اهو عشان الايه؟ التكلفه. يبقى ده رقم واحد، نثبتها ان الان ب 3. جميل. طيب ال V السرعة أخدها بكام؟ أخدها بواحد متر ثانية. ليه يا باشمهندس؟ هي إيه القيمة بتاعتها اللي الكود حددها؟ القيمة بتاعتها من 8 لواحد ونص متر على الثانية، فباخدها بقيمة افريج اللي هي واحد متر على الثانية. ها ساعتها هجيب الدي
الديامتر، وطبعا الديامتر اللي بيطلع لازم يتقرب بالظبط زي شغل الكاميرات. يعني سؤال، لو طلع لي قطر ماسوره هنا مثلا 23 من 100 متر او 230 ملي، هو في قطر اسمه 230 يا باشمهندس ولا القطر يا اما هيبقى 200 يا 250؟ بنقرب القطر الماسوره الموجود بالظبط، بنقرب القطر الاقرب 50 ملي بزياده على النقصان يا رجاله لو انتوا جدعان. يا مش هتفرق حسب ما هو ده هيأثر على السرعه. الله يفتح عليك هندسه، هي دي اجمل اجابه انا كنت مستنيها. انا كنت خايف حد يقول لي بالزياده او حد يقول لي يا باشمهندس انت واخد افريج. الفيصل بالسرعه زي ما الباشمهندس جاوب بالظبط، الفيصل بالسرعه انا واخد افريج، واخد 1 متر ثانيه. والله لو انا ضيقت القطر يعني قربت بالنقصان انت واخد بالك، يعني السرعه هتزيد. انا مسموح معايا من 1 لحد 1.5 هندسه. طب ولو كبرت القطر؟ طب ما انا واخد 1 مسموح مع السرعه هتقل، مسموح معايا ان هي ما تقلش عن 8 من 10. فده صح وده صح، الفيصل بالايه؟ بالسرعه. فانا باشمهندس صممت وحسبت بعد كده خلاص. لا بعد كده بتعمل 3 تشيكات. اول حاجه تشيك الفي اكشوال. الفي اكشوال نتيجه ان حضرتك استخدمت دايمتر غير اللي طلع لك من النتيجه، نتيجه ان انت قربت يعني، فلازم تروح تشيك على قيمه الفي اكشوال ان هو ما تقلش عن 8 من 10 وما تزيدش عن 1.5. ها مفهوم؟ باشمهندس انا عندي سؤال في الحته دي. الدكتور قال لنا ان الفي اكشوال المفروض ممكن تبقى ما بين 6 من 10 وال 2 متر، بس بعد كده لما جه يعمل التشيك ده عمل التشيك مع 6 من 10 ل 1.5 متر. طب اقول لك على حاجه، خلينا نقول ان الدكتور شرح حاجات كتير في المحاضره فمشيها زي ما انا قايلها لك كده، لان ممكن الارقام معلش في المحاضره تبقى سايحه شويه. يعني خلينا احفظها معايا كده ان وانا بصمم خد بالك ده دي الماسوره الكوندويت. انا لسه لما هاجي على الماسوره الدليفري، الدليفري دي اللي هي كانت فين؟ لو انتوا جدعان قولوا لي مكان الدليفري فين؟ بعد الصمم، بعد البام صمم صح. لما اجي عند الماسوره الدليفري هقول لك قيم ثانيه خالص معايا كده. فخلينا نثبتها كده من 8 من 10 ل 1.5. طيب جميل، يبقى ده اول تشيك بحسب قيمه الفي اكشوال. طب ثاني تشيك قدامك اهو اللي هو ايه؟ اف 1 بايب بروكن. اللي تشيك بتاع لو في ماسوره انكسرت هتعمل ايه؟ ايه ده يا باشمهندس هي دي حاله؟ اه طبعا ما وارده يا باشمهندس، وارد جدا ان يبقى الطريق اللي ماشي عليه حمل كبير يكسر لي ماسوره من الثلاث مواسير اللي انا مختارهم ثبتهم بقى معايا ثلاثة، فيبقى انا شغال باثنين. ها معايا كده يا رجاله؟ يعني يبقى معايا هنا ماسورتين اللي شغالين ساعتها، ايه الوضع بتاعهم؟ هشيك بقى طبعا على قيمه مين؟ السرعه. يبقى انا هنا هستخدم نفس المعادله كيو ديزاين بتساوي ان ناقص واحد. ليه واحد؟ انا مش هقول لك عليها وكاتب لك ان دي مالها. مكسور المكسوره هضربها في الاريا وهضربها في في. انا حتى سميت الفي هنا في واحد يعني عشان اميزها ان دي حاله الماسوره المكسوره. انت متوقع ايه اللي يحصل يا هندسه لما يبقى عندي تصرف بيمشي في ثلاث مواسير فجأة ماسورة تنكسر يمشي في ماسورتين اتنين؟ انت متوقع ايه اللي يحصل؟ السرعة هتزيد لان التصرف اللي كان متوزع على ثلاث مواسير هيتوزع على اتنين. طب هيزيد لحد كام؟ المفروض ان ما يعديش قيمة كام زي ما احنا واخدين فوق؟ ها؟ لا ما هو قال لك بقى هنا دي حالة استثنائية نتيجة ان انت عندك ماسورة انكسرت فدي حالة استثنائية، فاحنا هنا مسموح ان انا ازود لحد اتنين. ليه اتنين؟ لان يا باشمهندس برضه مع احترامي انت مش هتنيك مكمل نهايه عمر المشروع بالماسوره المكسوره، انت هتقوم مصلحها في يوم في يومين في اسبوع، صح ولا انا غلطان؟ تمام. فمسموح هنا ساعتها ان السرعه تزيد شويه معاك من 1.5 ل 2. طب لو زادت عن الاثنين؟ ها؟ يعني لو هي اقل من الاثنين سيف اوكي، طب لو هي اكبر من الاثنين نوت اوكي، ايه اللي في ايدك تعمله عشان تخلي الموضوع سيف؟ اكبر القطر شويه. بالظبط، يبقى انا محتاج ان انا ازود القطر شويه. طب وعيد تاني يا باشمهندس التصميم؟ لا بص يا باشمهندس، طالما انت هنا في امتحان او في امتحان الترم او امتحان فاينل او في شيت حتى، لا حل على قد الحته وخلاص. انما لما تيجي الكلام ده تاخده معانا في المشروع هقول لك لا عيد لي تاني بقى واحسب لي الفي اكشوال من جديد. انت فاهمني؟ اصل هنا بقى حاجه مشروع وبتاع، انما هنا ده امتحان. لو طلعت نوت اوكي اهو
انا حتى كاتبها لك عشان انا عارف ان يا شباب الموضوع ده اونلاين وما عدناش قدامكم في السكشن، فكاتبها لك لو هي سالت اصلا مش هكمل عمر المشروع بيه. طيب باشمهندس اتفضل. ومعلش الدكتور كان قال في المحاضره انها تقريبا اكبر من 2.5 مش 2، عشان مثلا لو جات لي في الامتحان 2.2 مثلا، فاقول انها سيف على مثلا كلام الدكتور ولا اقول انها انسيف وخلاص؟ لا تمام لا في دي التزم بكلام الدكتور. معلش خليها انا هعدلها حتى في الورق، خليها تبقى لحد 2.5 مش 2 كمان. تمام اصل خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، القيم دي الكود اللي بيحددها، والكود بيتغير كل زي ما انت عارف كل فتره، يعني في الكود الجديد هي بقت 2.5 على فكره مش 2. فتمام يا هندسه، انا حتى يعني لو بعت لكم السكشن كان من غير ما اعدلها سهوا يا ريت الناس تلتزم بكلام الدكتور ودي بتبقى 2.5 دي بس يعني. تمام. تالت تشيك بقى يا شباب دلوقتي يا باشمهندس، انت حسبت في بدايه المساله خالص كيو مينيمم، ايه اللي انا استفدته من كيو مينيمم؟ استفدت ان انا اعمل تشيك مهم جدا يا باشمهندس، انا عايز اشيك اعرف ساعات بالليل اللي بتحصل فيها التصرفات بتكون مينيمم دي قيمه السرعه ايه، لان خد بالك ساعات بالليل دي مش ساعات قليله، ده بتبقى مثلا خمس ست ساعات، يعني بتتكلم ربع اليوم مثلا صح كده، وبتتكرر كل يوم لحد ما لا نهايه، لحد نهايه عمر المشروع. انا خايف في حاله الكيو مينيمم ان السرعه هنا تقل جدا، ها معايا كده، فيبدا يحصل ترسبات في المواسير فتتسد، فعايز اشيك على قيمه الفي مينيمم. هستخدم نفس المعادله اللي هي بتقول الكيو بتساوي الاي في الفي في الان، بس الكيو المره دي هتبقى كيو ايه يا شباب؟ مينيمم. الان هنا بقى ان كان بكام؟ جاوبوني. هي نفس عدد المواسير اللي مكسوره منها واحده ولا العدد الاصلي؟ لا يا باشمهندس السليم، اللي مكسوره دي خلاص انا صلحتها وخلصنا. جميل. الدايمتر دي اكشوال، الفي اللي هو ايه؟ الفي مينيمم. عايز اشيك ان الفي مينيمم هنا ما تقلش عن 6.0، وبرضه انا كاتب لك 6.0 دي لان الحاله دي بتحصل في شويه ساعات قليلين، دي حاله شاذه يعني بتحصل في 3 4 ساعات، انما اللي باقي من اليوم المفروض تكمل عادي السرعات، فمسموح لي ان انا اقل شويه لحد 6.0. تمام يا رجاله كده. طب لو هي طلعت اقل من 6.0، جيت تحسبها طلعت ب 5.0، هقول له ايه؟ الكلام مش مظبوط، نقفل المصفوفه زي ما انا الله يفتح عليك يا هندسه، هقول له كلوز 1 بايت. يبقى انا هنا المحبس، خد بالك اي ماسوره في الدنيا بيبقى عليها محابس، تمام كده، والمواسير دي كمان منها مواسير اساسيه، فعلى كل ماسوره محبس. يبقى انا كده الراجل ده وانا بديله النقطه الحسابيه بتاعه التصميم، والاوبريتورز الناس اللي هو هيبقوا مشغلين او القائمين على تشغيل الليله دي، هقول لهم ان في حاله الكيو مينيمم اللي هي بتحصل مثلا من الساعه 12 للساعه 5 الفجر، يا ريت تقفلوا لي ماسوره، اقفل لي محبس وخلي التصرف ماشي في ماسورتين، لما اجي اقفل ماسوره اكيد التصرف ماله هيتظبط هيتعدل. طب افرض انا قللت ماسوره، قللت ماسوره يعني المعادله اللي فوق دي، المعادله اللي قدامنا دي هتبقى كيو مينيمم بتساوي ان ناقص كام؟ واحد ناقص واحد. طب افرض لما جيت احسب طلعت الفي مينيمم برضو اقل من 6.0، اعمل ايه؟ نقفل كمان ماسوره، نقفل ماسوره واحده، اقفل الله يفتح عليك، اقفل كمان ماسوره يا باشمهندس، هي قصه. يبقى انا في حالات بالليل دي في حاله المينيمم انا شغال بماسوره واحده، مفيش مشكله خالص عندي، ولا ان يحصل اي ترسبات تسد المواسير. ها طيب جينا بقى للجزء الثاني، يبقى انا كده خلصت من تصميم مين؟ الكوندويت بايب. معلش ثانية واحدة. طيب يا رجال، ها نيجي بقى للتصميم بتاع مين يا شباب؟ البامب. انا بس في حاجة للأسف، انا عشان كده كنت بفر في السلايدات، في حاجة بس للأسف، يعني المفروض ان هي الورقه تقريبا بتاعتها ما جاتش او الصوره بتاعتها ما جاتش. قبل ما اصمم البمبات انا محتاج اصمم الدليفري بايب. يا باشمهندس ليه هتصمم الدليفري؟ ده الدليفري دي لسه بعد البامب. لا هي الفكره انا عايز اخلص من كل المواسير. ليه يا باشمهندس؟ لان المواسير ليها تصميم واحد، كيو بتساوي الاي في الفي. ها الكيو بتساوي الاي في الفي، فعايز طالما انا صممت الكوندويت صمم بعدها كل عشان يبقى في نوع من النظام. مثلا انا صممت الكوندويت بايب، اصمم اي بايب ثانيه بتيجي معاها في المنشأ اللي هي مين؟ الدليفري بايب. هصممها ازاي برضو؟ كيو بتساوي الاي في الفي. طب الان المره دي انا هبقى اكتبها لكم يا رجاله، بس عايز الناس تتخيل معايا، كيو بتساوي الاي في الفي. طب الان، الان هتبقى بواحد، دايما الدليفري بايب بتبقى بواحد او اثنين، عايزين نثبتها ان هي على طول بواحده. طب ليه يا باشمهندس واحده؟ ما هيفرض اتكسرت صح ولا لا؟
تمام. لا يا باشمهندس بص يا رجاله، الدليفري بايب ماسوره انا مأمنها، انا اللي محدد لها المسار بتاعها، ودايما بتبقى ماسوره بعيده عن العربيات. انما الماسوره اللي انا خايف، الماسوره انا خايف منها الماسوره الكوندويت اللي ماشيه تحت الطريق، تحت حرم الطريق. انما الدليفري بايب هتمشي من الصنب لحد المحطه، همشيها على جنب، هعمل لها طبقه حمايه من الخرسانه، يعني هظبطها بمعنى اصح. يبقى المعادله بتاعتها كيو بتساوي الاف الفي في واحد، لان هي ال بواحد معايا كده. طب السرعه فيها من كام لكام؟ من 1.5 لـ2. ما انا هنا يا باشمهندس عندي مجهولين، عندي الفي وعندي الدي. الفي افرضه بكام؟ هل من 8 من 10 لـ1.5؟ لا يا باشمهندس، الفي هنا في المواسير الدليفري نتيجه ان الضخ بتاع الترومبه كبير جدا. معايا يا رجاله ولا لا؟ نتيجه ان ضخ الترومبه كبير جدا او ليه سرعات عاليه، فالسرعه عندي ممكن افرضها من 1.5 لـ2. يعني ممكن اخد رقم متوسط مثلا 1.7. هنشوف المساله واطلع القطر واقرب القطر وارجع احسب الفي اكشوال بس. طب يا باشمهندس مش هعمل التشيكات دي كلها تاني؟ لا. يبقى تصميم الدليفري بايب تافه سهل، لان المعادله بتاعته كيو بتساوي كيو ديزاين بتساوي الاف الفي في واحد. افرض الفي من 1.5 لـ2 باي قيمه في النص، اطلع قطر اقربه احسب في اكشوال تاني وخلاص. ولا في تشيك على المينيمم، ولا في تشيك ان هي انكسرت، ولا في تشيك لحاله المينيمم، ولا اي حاجه خالص. ها واضحه يا رجاله؟ بعد ما خلصنا منها اروح اصمم مين؟ الناس معايا ولا يا شباب؟ هنصمم البامب. سؤال بقى ليكم، هو ليه يا باشمهندس انت مش ماشي بالترتيب؟ يعني معلش كده لو رجعنا للرسم، هو ليه لا انت مش ماشي بالترتيب؟ يعني ليه ما صممش الكوندويت بايب او السكشن بايب، وبعدين اصمم الصمب، وبعدين اصمم البامب، وبعدين اصمم الدليفري بايب؟ ليه مشيتها واحد وبعدين اربعه وبعدين ثلاثه وبعدين اثنين؟ انا مشيتها واحد واربعه عشان دول تصميم مواسير حاجه واحده فاخلص منهم. طب ليه صممت ثلاثة قبل أربعة قبل اثنين؟ ليه صممت البمبات قبل الصمب؟ لو حد عنده تصور بقى. علشان تصميم الصمب معتمد على البمب، تصميم البمب نفسه. طيب عليك هندسة، طب لو توضح أكتر كمان لزمايلك. ها يعني إيه برضو؟ هو الإجابة النموذجية كمية المية اللي هتسحبها البمبات بناء عليها أعمل أشوف حجم الصمب بتاعي بقى قد إيه. إجابة جميلة. بصوا يا شباب زي ما بيقولوا زمايلكم، أنا هنا لو انا عملت سؤال، لو انا اخترت ان المحطه دي يبقى شغال فيها 3 طرمبات، هل حجم الصنب اللي انا هنفذه عليهم، الصنب دي الاوضه يعني، الاوضه او الغرفه دي، هل حجمها زي حد تاني اختار ان يشتغل ب6 طرمبات في المحطه دي؟ ولا اكيد الحجم هيختلف، لان الطرمبات دي بتركب في الجدار. يعني الطرمبات دي بعمل الجدار بتاع الاوضه وبخرمه عشان ادخل الماسوره بتاعه الطرمبه وبحط العدد. طب انا لو احط 3 على الجدار غير لما احط 6، صح كده ولا غلطان؟ يبقى انا هي عامله بالظبط شبه ايه يا رجاله؟ عامله بالظبط شبه ايه؟ شبه الستيل. الستيل يا باشمهندسين، الستيل انت صممت البليت الاول ولا صممت المسامير الاول عشان تجيب ابعاد البليت؟ يا شباب يا باشمهندسين علشان نجيب ابعاد البليت بالظبط. يبقى انا هي نفس الفكره، يبقى انا محتاج اصمم الترمبات الاول. طب يا شباب تصميم الترمبات المطلوب مني ان انا احسب العدد، والعدد ده لازم تاخد بالك ان هو مين وستاند باي، اساسي واحتياطي. ايه ده يا باشمهندس يعني ايه احتياطي؟ سؤال يا رجال، هو انا لو مسافر القاهره من اسكندريه هل ينفع اتحرك بعربيتي قبل ما اطمن على الاستبن اللي معايا، ولا امشي وخلاص واسيبها كده هي وظروفها؟ لا لازم اطمن. لو هي نفس الفكره، الترومبه اله ميكانيكيه او جزء ميكانيكي، وارد تعطل، وارد تتحرق فجاه، وارد يحصل لها اعمال صيانه، تكون بتغير لها مثلا الزيت، تكون بتعمل لها عمره، بتعمل اي حاجه فتعطل. فلو انا مختار عدد ومعتمد على العدد ده فقط، لما اجي اشيل منه اي ترومبه العدد ده هياثر معايا في التصرف اللي رايح للمحطه، فبالتالي هياثر على المدينه. فلازم اخد اساسي واحتياطي. الاحتياطي يخش يشتغل في حاله ان انا طلعت حاجه من الاساسيين حصل لها عطل او حصل لها صيانه، يبقى ده رقم واحد اجيب العدد. تاني حاجه اجيب التصرف لكل ترومبه كيو. تالت حاجه احسب الهورس باور، يبقى دول اللي هو مطلوب مني ان انا اصممهم لللو ليفت بامب. تمام كده يا شباب؟ طيب اول حاجه لازم يا شباب تحسب
قيمه اللي عندك اللي انت حاسبه في اول المساله بس تحسبه باللتر على الثانيه زي ما انا عامل لك خط لازم تحسبه باللتر على الثانيه. يعني يا باشمهندس التصرف اللي انا جايبه في اول المساله اللي هي كيو ديزاين اللي انا حاسبها بالمتر مكعب على الثانيه او بالمتر مكعب على اليوم احسبها باللتر على الثانيه يعني اكني بقول لك اضرب في 1000 واقسم على 24 في 60 في 60 صح ولا انا غلطان؟ تمام يبقى انا اول حاجه احولهم على اللتر ثانيه ده رقم واحد. رقم اتنين لازم تكون فاهم ان تصرفات الطرمبات المستخدمة اما ان يكون 50 100 150 200 وهكذا يعني بكل مرة بستخدم مضاعفات الخمسين. يبقى انا هنا كأني بقولك ايه انا عندي تصرف كيو ديزاين اديك مثال 1.33 متر مكعب على الثانية اكتب معايا الرقم 1.33 متر مكعب على الثانية الرقم ده مطلوب مني ان احوله للتر على الثانية يبقى كأني بقولك اضربه في ايه افتح الميكات وجاوبه معايا اكيد بقول لك اضرب في ايه اضرب في يعني الرقم يبقى كام يعني الرقم يبقى كام 1330. طب ال 1330 دي مطلوب مني ان انا احولها لعدد من الطرمبات اللي هو عباره عن 50 او 100 او 150 او 200 وهكذا. طب يا باشمهندس طالما هي مضاعفات ال 50 يبقى انا هنا محتاج ازود قيمه الكيو ديزاين اللي انا حسبتها باللتر على الثانيه ازودها او اقربها بالزياده بالزياده لاقرب 50 لتر ثانيه. يعني ال 1330 دي تبقى 1300 وكام 50 او 1000 وكام 1500 على بعض او 1400. يعني اللي هيقول 1350 صح واللي هيقول 1400 صح صح ولا انا غلطان يا شباب؟ تمام. يبقى انت الناتج اللي جبته في اول المساله خالص مش شرط ده اللي تعتمد عليه. انا بقربه للزياده انا بامن نفسي بكبر عشان ابقى مامن نفسي ما يحصلش عندي اي عجز. طيب ال 1350 او ال 1400 دول مطلوب مني ساعتها بقى في المساله ان انا احولهم لعدد في كيو زي ما انا عامل لك كده. يعني كانك حاطط على الطرف الشمال الكيو ديزاين دي 1400 تحولهم كام؟ حضرتك عايز تستخدم كام ترومبه يا باشمهندس؟ في التصرف قد ايه؟ والله ممكن واحد يجاوبني يقول انا هستخدم 2 في 700. هو 2 في 700 ب 1400 صح ولا غلط؟ الراجل ده هيبقى صح ولا غلط؟ يا شباب تاني كده عند سمع رشي تاني بقول لك انا هنا عندي في المثال اللي احنا مستخدمينه ده 1400 بيساوي هتستخدمهم كام؟ في باشمهندس هيقول لي هحطهم 2 في 700 صح ولا غلط؟ صح صح. في واحد تاني يقول لي ان انا هستخدم 2 500 وواحده 400 صح ولا غلط؟ واحد تالت هيقول لي انا هستخدم مش عارف 2 600 وواحده 200. يعني انا قصدي هنا في كذا حل في يعني كل ده ممكن نطلع حلول كل واحد وله حريه الاختيار. الله يفتح عليك. ما انا لسه هقول كده كلنا هنطلع حلول مختلفه. طب ايه اللي بيحكمنا؟ ما هو خد بالك اكيد برضو مننا في ناس صح وفي ناس مش صح. يعني برغم ان حتى الناس الصح دول هيطلع حلول مختلفه في ناس ثانيه هتعمل حلول مش صح. زي ايه؟ ان معلش في واحد يختار لي ان يستخدم 14 ترمبه في 100 ده صح ولا غلط؟ لا ده عدد كبير جدا عدد كبير غير اقتصادي. الله يفتح عليك. طب في واحد ان يختار لي ان هو يستخدم ترمبه واحده 1400 ده صح ولا غلط؟ غلط برضه صح كده. طب في واحد يختار الله يفتح عليك. طب في واحد يختار لي ان هو يستخدم 2600 مع واحده 200 طب ده صح ولا غلط؟ مقبوله دي تمشي. لا دي مش صح. ليه بقى؟ قال لك ايه اللي بيحكمني هنا؟ اول حاجه يا رجاله ان العدد ما يقلش عن 3 وما يزيدش عن 7 او 8 او خلينا نقول 6 او 7 كمان عشان الاقتصاديه. يبقى العدد ما يقلش عن 3 ترمبات وما يزيدش عن كام؟ عن 6 ترمبات. ده رقم واحد. رقم اتنين يفضل ان يكون التصرفات متقاربه او متساويه. يعني احسن حاله ان يكون التصرفات كلها متساويه او على الاقل لو مش قادر اجيبها متساويه تبقى تصرفات مالها متقاربه ما يبقاش في فرق كبير ما بين الترومبه والتانية. لان خد بالك حجم الموتور نفسه والجهد اللي بياخده من التيار الكهربي او حتى كميه الوقود اللي هيشتغل بيها لو هو بيشتغل بالديزل لو هي ترومبه 200 غير 600 هتلاقي الترومبه 600 دي حجمها ضخم
وبتاخد مكان كبير في الحته اللي انا احطها فيها، وليها شغل نظام مختلف، وممكن تتعب الراجل اللي هيجي اللي هو مهندس الميكانيكا او الكهرباء اللي هيوصل لهم التوصيلات بتاعتهم. انما لما اجيبهم قد بعض او متساويين تمام، يبقى احنا هنا فهمنا ايه اللي بيحكمنا يا شباب. خلاص العب في الحته دي براحتك، طلعوا حلول كتير مختلفه، بس المهم ان يكون ما تقلش عن 3، ما تزيدش عن 6 أو 7، يكون التصرفات متقاربه. يعني 2500 و1400 ده راجل ممتاز، طب اللي قال لي 3500 برضه راجل ممتاز معايا كده. هو زود بس طالما بيزود في الامان، بس زود كتير، يعني اخرك تزود 50 او 100 لتر ثانيه، او بالكتير خالص 150 لتر ثانيه. انما ما كده عشان ما بقاش فيه تهدير، ما بقاش انا محتاج معلش في الاصل خالص محتاج 1330 وانت لقيت مستخدم 2000 لتر، لا يبقى اخر خالص 1350 او 1400 او يا سيدي لو خلاص بقى 500 ده اخر خالص. ها معايا يا شباب؟ وده مثال انا هقيله لكم اهو. اول حاجه في المثال ده، لو انا مثال تاني، لو انا عندي تصرف كيو ديزاين 2.76 من 100، اول حاجه اضربها في 1000 فتبقى كام؟ 2760. ال 2700 تتحول لكام؟ ها تتقرب بزياده، يبقى 2000. تختار ال 2800 دي كام يا هندسه؟ في واحد يقول انا هختارهم 2 في 1400. يا باشمهندس حرام عليك، ده ال 1400 دي تهمه. و2 ليه يا سيدي؟ كتر كتير. يا باشمهندس انت بقى كانك بتفكر، هي ال 28 دي حصل ضرب كام في كام؟ 4 في 7. يبقى انا لو استخدمت 4 طرمبات في 700 تمام، او 4 في 500 و4 في 200. بس الحل ده مش صح، لان انت قلت لنا ايه؟ قلت لنا ان يفضل ان الفرق ما بينهم ما يبقاش كبير، يعني من ما بين 200 ل 500 كانك انت بتقول طرمبه ضعف اكتر من ضعفها، فيبقى غلط. يعني الحل اللي انا كاتبه ده مش صح. يبقى انا الحل اللي صح والعدد، الله يفتح عليك، والعدد كبير صح، ده غير ان العدد كبير. يبقى انا الصح 4 في كام؟ 4700. جميل جدا، جميل. طيب يا باشمهندس، كل ده كلام جميل، بس هنا لازم تدخل معاك في الاعتبار حاجه مهمه جدا. لازم ان انا ادخل عدد، انا اسف، لازم ادخل قيمه الكيو مينيمم. هي الكيو مينيمم بكام؟ او معلش معلش، قبل الكيو مينيمم، لا مش هقول الكيو، حته الكيو مينيمم خلينا نتكلم. مش انت من شويه قلت لنا ان انت لازم لما تجيب العدد تجيب اساسي واحتياطي؟ انت اللي جبته ده اللي هو في الامثله اللي انت عمال بتقولها دي، ده الاساسي ولا ده الاحتياطي؟ ها ده الاساسي ولا الاحتياطي؟ الاساسي. طيب الاحتياطي بكام؟ بيبقى ايه القاعده بتاعته؟ من 50 ل 150%. هو الدكتور قالها 150% ولا 100% من العدد؟ 150. يعني ايه يا شباب؟ يعني في المثال اللي فات، معلش ارجع معايا، ارجع معايا للمثال الاخير ده اللي هو ال 2800 اللي انت قلت لي احسن حل 4 في 700. الاربعه دول اللي هم الاساسيين، تحط عليهم كام واحد احتياطي؟ ممكن نحط زيه. اللي هيقول بص بقى 50%، 50% من العدد، يعني 50% يبقى كام؟ طرمبتين. اللي هيقول طرمبتين صح، اللي هيقول 3 طرمبات صح، اللي هيقول 4 صح، لان انت بتقول لي من 50 ل 150%، يعني يحط نصهم، يحط قدهم، يحط مره ونص منهم، ده احتياطي. طب ايه الحل الاقتصادي؟ دايما خد النص، ده الحل الاقتصادي. يعني انا عندي 4 اخد كام عليهم احتياطي؟ ها 2 2 تمام كده يا رجاله. يبقى في النهايه ال 2800 دي 4 اساسيين في 700 و2 احتياطيين، 2 بكام برضو؟ ب 700. كلام جميل. يبقى انا هنا يا باشمهندس، لو انا عندي في المثال اللي قدامنا ده مثال تاني، لو عندي كيو ديزاين 392 لتر ثانية، ها قربتهم ل 400، 400 دول يا شباب ممكن اخدهم 4 في كام؟ ها معايا يا رجاله، ممكن اخدهم 4 في كام؟ في 100. او واحد ياخدهم تاني، معلش هي قفلت معاه في دماغه، هياخد 3 في 100 و2 في 50، بيوفر، بيعمل الطرمبات المتاحه ال 100 ما كانتش موجوده، فاضطر ان يجيب اخر طرمبه اللي هي ب 100، 2 ب 50، بيصرف نفسه. حل صح برضه، مش غلط. يبقى هو في النهايه عنده كام طرمبه؟ 50. بس خد بالك بقى من حاجه، ساعتها الطرمبات ال 100 دي لازم اخد لها احتياطي، والطرمبات ال 50 دي لازم اخد لها احتياطي.
يعني الثلاث ترمبات اللي بمية دي اخد لها كام ترمب احتياطي؟ ها اتنين او كام؟ اتنين او ثلاثة او اربعة صح، فخلينا اتنين. طب والترمبتين اللي هم بخمسين اخد لهم كام واحدة احتياطي؟ واحدة او اتنين. يبقى في النهاية استخدمت الشكل ده بقى، لازم تشاور او لازم تعمل للراجل فاينل بامب وتعملها في الصورة اللي احنا عاملينها كده، ان انا عندي يا دكتور ثلاث ترمبات بمية تحتيهم اتنين بخمسين، الخمسة دول كلهم اشاور عليهم باسهم، دول بيشتغلوا عشان يخدموا حالة كيو ايه ديزاين. طب في المثال اللي عندي الكيو مينيمم بكام؟ في اي مسألة انت هتحلها انت طبعا هتبقى حاسب قيمة مين؟ ها هتبقى حاسب قيمة مين يا شباب؟ هتبقى حاسب قيمة الكيو مينيمم، صح ولا انا غلطان؟ تمام. فتشاور على الترمبات اللي تخدم حالة الكيو مينيمم برضو. يعني لو انا في مثال بيطلع 150 لتر ثانيه ده الكيو مينيمم زي المثال اللي احنا فيه ده، يبقى انا اشاور كده على ترمبتين اتنين من الاساسيين، اقول ان دول اللي هيشتغلوا في حاله الايه الكيو مينيمم، وتحت الصفه دي كلها تحت العمود ده اكتب ان دول المين بامبس. طب على اليمين احط الستاند باي بامب او الترمبات الاحتياطيه، الثلاثه اللي ب 100 اخترت ليهم كام واحده ب 100 احتياطي؟ اتنين. والاثنين ب 50 هختار ليهم كام واحده احتياطي؟ واحد. كلام جميل جدا. يبقى انا كده انتهيت من تصميم. اتفضل. انا لو كنت اخترت 400 كان هيبقى الكيو مينيمم ساعتها هشاور على ايه؟ على حسب المسألة اللي عندك. يعني لو انا عندي في المثال التصرف المينيمم 100 وشوية، ساعتها كنت انت مجبر تاخد كام واحدة تشتغل في حالة المينيمم؟ كنت هاخد 200. اتنين. اتنين بس وخلاص. ما انت عندك الكيو مينيمم في الحسابات طلع مثلا ب 132 لتر ثانية، هل تاخد واحدة ويبقى عندك عجز ولا يبقى عندك فائض أفضل؟ تمام يا فائض. بس كده تمام كده. آخر حاجة نحسب الهورس باور. أنت كده حسبت الإن مين والإن ستاند باي وحددت الكيو بوب، لأن أنت حددت المية أو الخمسين أو السبعمية، الكلام ده كله اللي هو عبارة عن مين؟ الكيو بوب. فاضل إن إحنا نحسب قيمة الهورس باور اللي هي الإيه؟ القدرة. أنت يا باشمهندس لما تيجي تنزل تشتري للبيت عندك مطور عشان الماء مش واصله للدور اللي انت قاعد فيه، بتنزل للراجل تقول له انا عايز ترومبا او مطور 50 لتر ثانيه مثلا، المطور ده نص حصان. يعني انت حددت له العدد، حددت له الكيو، فاضل انت تحدد له الهورس باور. انا برضو انا عايزك تحدد لي الهورس باور. الهورس باور عندي هنا بتساوي ايه؟ قانون. بصوا يا شباب خلينا نتفق اتفاق، الدكتور طبعا بيديكم محاضرات اونلاين او في الكليه، يا ريت دايما تسالوه لان الماده مليانه قوانين. ايه القوانين اللي عندنا هتجيلنا معايا، وايه القوانين اللي هتبقى اللي في الداتا شيت بتجيلك يعني معايا، وايه القوانين اللي انت مطلوب منك انت تحفظها؟ القانون ده اعتقد انت مطلوب منك تحفظه. ها القانون بتاع الهورس باور اللي قدامنا ده، كسر من بسط المقام. البسط عباره عن الجاما ووتر اللي عباره عن مين؟ كثافه الميه في كيو بامب اللي انت جبتها، في الاتش توتال اللي هو الضغط الكلي للترومبه. الكلام ده مقسوم على 75 معايا كده، ال 75 ده عشان التحويل، انا عايز الناتج يطلع بالحصان مش بالكيلو وات، عشان كده قسمت على 75. في ايتا 1 ايتا 2 في ايتا 2 ايتا 1 ايتا 2 دي معاملات كفاءه باخدها ب 8 من 10. مفهوم يا شباب؟ باخد ايتا 1 في ايتا 2 ب 8 من 10 ولا كل واحد فيهم ب 8 من 10؟ ايتا 1 ب 8 من 10 وايتا 2، ما انا كاتب لك اهو، ايتا 1 ب 8 من 10 وايتا 2 ب 8 من 10. تمام. يعني 8 من 10 في 8 من 10 في 75. مفهوم يا رجاله؟ بجيب الهورس باور للطلبه واحده ولا ما ده بقى في حتتين، في حتتين انا عايز اقولهم يا شباب. خد بالك من حاجه، اول حاجه الجاما ووتر، الجاما ووتر انا اسف، اول حاجه الجاما ووتر اللي عندنا، او خلينا نقول ان القانون ده احفظ معايا هندسه، القانون ده شغال بالكيلو جرام والمتر والثانيه. معايا يا باشمهندسين؟ باشمهندسين معاك هندسه تاني. القانون ده اكتب جنبه كده لما الورق يجي لك وتطبعه وتذاكر منه، اكتب جنبه ان هو شغال بالكيلو جرام والمتر والثانيه. يعني الجاما ووتر بكام هندسه؟ انا بسالكم. يبقى 1000 كيلو جرام على ال
مش بواحد بقى صح بألف، طالما بتقول لنا بالكيلو جرام يبقى بألف كيلو جرام مش بواحد طن. جميل كلام جميل جدا. طب الكيلو بامب تبقى بكام يا رجاله في المثال اللي احنا حلينه ده اللي هو بتاع ال 100 لتر ثانيه وال 50 لتر ثانيه؟ ها الكيلو بامب تبقى بكام؟ احولها للمتر المكعب على بالظبط، يعني اقسم على ها على 1000، يعني ال 100 دي تبقى كام؟ 1 من 10 بالظبط. ال 50 دي تبقى 5 من 100 تمام، 5 من كلام جميل. تبص تلاقي قانون الهورس باور بتاعك كله معلوم عدا حاجه واحده اسمها اتش توتال. ها انا كاتبها لك حتى ان القوانين هعوض فيها الكيلو جرام والمتر والثانيه. الاتش توتال دي بقى اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الضاغط الكلي. بص يا باشمهندس، اي ترومبه هتجيبها حتى الترومبه اللي انت بتجيبها للبيت عندك او الموتور اللي انت بتجيبه للبيت عندك بيبقى مطلوب منها ميشن معينه، مهمه معينه. ثواني كده يا شباب، ثواني كده خليكم معايا. معايا رجاله؟ معايا باشمهندسين؟ معايا باشمهندس. ماشي يا شباب، اي ترومبه هتجيبها للبيت عندك او حتى للانتيك او لاي مكان، الترومبه دي مطلوب منها ميشن معين، مطلوب منها مهمه معينه. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ان تنقل الميه من مستوى لمستوى تاني، من مستوى واطي لمستوى عالي. تمام كده؟ فعلشان كده دايما هاخد بالي من ان الترومبه دي هتنقل الميه من المجرى المائي اللي فيه بالمناسبه كام منسوب. احنا قلنا ان دايما هيديني كام منسوب في المجرى المائي؟ ها هيديني منسوب واحد ولا منسوبين اثنين؟ واحنا بنشرح في بدايه السكشن هيديني منسوبين اثنين، هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل. معايا؟ هيديني هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل. معلش ثانية واحدة شباب، ثانية واحدة. معايا؟ معايا يا باشمهندسين؟ معاك يا دايما في المجرى المائي هيديني منسوبين، هيوتر ليفل ولوتر ليفل، وانا بشرح في بداية السكشن قلت لكم خليكم ناصحين وخليكم دايما شغالين مع اللوتر ليفل، لأن اللوتر ليفل ده هو أنا دايما بصمم على الورست كيس، فلما أجي أقول لك الترومبا يعني مثلا إيه بقول لك إن أنا قاعد في الدور السادس. ها يبقى انا مطلوب مني ان انا انقل الميه من الدور الارضي لحد الدور السادس، يعني بتتكلم في كام متر؟ في 18 متر. ينفع اقول لك 18 متر دول يا عم خليهم 15 اقلل، ولا لو انا جدع ازود 20 بقى صح اخليهم؟ ليه؟ لان انا بصمم على الورست كيس او على الحاله الاسوء، فانا دايما هشتغل مع اللوتر ليفل. تمام كده؟ طب كلام جميل جدا، لما الميه تتنقل من اللوتر ليفل لمنسوب تاني عالي اللي هو المنسوب اللي رايحاله الميه في المحطه، ركز معايا، المنسوب اللي الميه رايحاله في المحطه تمام، اللي هو هيبقى معطى عندي على فكره بالمناسبه، هيبقى معطى ليك في المساله. طب يا باشمهندس الميه دي هتبقى ماشيه غير الفرق المناسيب، الميه دي هتبقى ماشيه في مواسير، يعني في احتكاك، يعني في فاقد في الاحتكاك، ما ده لازم يخش معايا تاثيره صح ولا لا؟ ما كل ده انا عايز ازوده على الطرمبه، عايز احمله. اما اقول لك ان انا عندي عربية عن الحمولة معينة والحمولة دي هيبقى فيها أفراد، هل أحسب حمولة البضاعة بس ولا أحسب كمان الأفراد اللي هتركب عشان أحمل على الموتور وأبقى عارف حسبتي صح؟ صح كده؟ يبقى أنا عندي مية هتمشي في مواسير، ففي فاقد اسمه فاقد الاحتكاك الفريكشن، يبقى لازم يخش معايا. كمان في فواقد ثانوية، أنتوا مدني عام وخدتوا الحتة دي في الهيدروليك، في فواقد ثانوية اللي هي نتيجة إيه؟ القطع الخاصة اللي بتركب، نتيجة المدخل المخرج وهكذا. يبقى انا الاتش توتال او الضغط الكل لاي ترومبه عباره عن ثلاث حاجات: ضغط استاتيكي معايا كده اللي هو الاستاتيك هيد، ضغط فريكشن الفريكشن هيد، وضغط اسمه فواقد ثانويه او ماينور لوسز. طيب الضغط الاستاتيكي ده بيتاخد بايه؟ فرق الارتفاع ما بين الووتر ليفل في الصنب او المجرى. انا كاتب لك اهو في الصنب او المجرى. ليه كاتب لك في الصنب او المجرى؟ والله يا باشمهندس لان انا لو بصمم شور انتيك هيبقى عندي صنب، ولو بصمم بايب انتيك هيبقى عندي المجرى وما عنديش صنب. طب انا لو عندي شور انتيك عندي صنب وعندي مجرى، اخد ده ولا ده يا باشمهندس؟
اخد ده ولا ده؟ هيبقى الصمب. بص هاخد فعلا الصمب او انا اسف انا يعني هو كده كده مش فارقة. ليه مش فارقة؟ لان خد بالك هو المفروض ان منسوب الماء في الصمب يبقى هو من نفسه منسوب الماء في المجرى المائي. ليه يا شباب؟ لان خد بالك الصمب دي يمكن انا نسيت اقولها في اول السكشن. الصمب دي لما باجي انفذها بنفذها مكشوفة. الله طب ما طالما مكشوفة هيأثر على من فوق ضغط جوي وهيأثر على الترعة برضو ضغط جوي، فبالظبط هتبقى عاملة شبه نظرية الأواني المستطرقة، عاملة بالظبط نفس فكرة ميزان الخرطوم بتاع الصناعية، يعني المنسوب هنا هو هو هنا، صح ولا أنا غلطان؟ يبقى أنا أخد المنسوب بتاعي في الصنب أو في المجرى المائي صح. طب أنا لو ما عنديش صنب وبصمم بايب انتيك يبقى أنا باخد منسوب المياه بتاعي فين؟ في المجرى. طيب المنسوب ده رايح لفين؟ رايح في الرابيد ميكسينج تانك أو في الريسيرفوار. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا باشمهندس الكلام ده؟ ما خلاص بقى، مش احنا قلنا ان المايه هتتنقل تروح للمحطه، ما السكشن اللي بعد الجاي هيبقى بقى نبتدي في الكلام عن المحطه، واول حاجه في المحطه هو الرابيد ميكسينج تانك او خزان التقليب السريع. مفهوم يا شباب؟ انا عايز اعرف المنسوب اللي المايه هتروح لفين او قيمته كام، والمنسوب اللي في المايه اللي في المجرى عندي او في الصنب قيمته كام، ويبقى الفرق ما بينهم هو ده الضغط الاستاتيكي ببساطه. يبقى الاتش ستاتيك هنا حد عنده مشكله فيها؟ قبل ما اقلب السلايد شباب باشمهندس معلش، هو انا لما بجيب الهورس باور بجيبها لكل بامب لوحدها او بامب معينه، ولا بجيب لمجموع البامبات، ولا ايه بالظبط؟ لا بص يا شباب ده سؤال مهم. لما بجيب الهورس باور انت مستخدم كام ترومبه، او انت مستخدم ايه الكيوهات اللي عندك في الترومبات؟ والله يا باشمهندس مستخدمهم كلهم 700، يبقى انا هجيبها مره واحده. ما هي الكيو بامب اللي في البسط هتبقى بكام؟ لو طلعت لك في السلايد الكيو بامب اللي في البسط ب 700 او ب 7 من 10. طب انا مستخدم 150، يبقى انا هضطر احسب الهورس باور كام مره يا باشمهندس؟ مرتين، مره ال 100 ومره ال 50، مره للترومبه بس. تمام كده؟ طيب نكمل الكلام في الفواقد. يبقى الاتش ستاتيك ما حدش عنده مشكله فيها. طب الاتش فريكشن فواقد الاحتكاك، بص بقى او لسه هنكمل في الاتش ستاتيك. يبقى الووتر ليفل تاني، الووتر ليفل في الرابيد ميكسينج تانك لان هو ده المنسوب العالي ناقص الووتر ليفل اللي هو منسوب الميه في المجرى او في الصامب اللي هو الاقل، عشان انا عايز اطلع اتش ستاتيك كبيره. طب يا باشمهندس افرض ما ادانيش قيمه الووتر ليفل في الرابيد ميكسينج تانك او في الريسرفوار، لو هو ما ادانيش في السؤال ساعتها غصب عننا لازم نديه قيمه الجراوند ليفل منسوب الارض. فيبقى هنا ساعتها منسوب الجراوند ناقص الووتر ليفل وهزود عليه 6 متر على اساس ان ده ارتفاع الرابيد ميكس اللي انا هعمله في المحطه. واضحه ولا فيها مشكله؟ معلش تاني كده الحته دي يا باشمهندس. تاني حزمه الاتش ستاتيك يا باشمهندسين ليها حالتين. اما ان يديني المنسوب اللي المايه رايحه له، اللي المنسوب المايه اللي هي رايحه لها رايحه هناك للمحطه فيه اللي هو منسوب الريسيرفوار او الرابيد ميكسنج تانك، يدوني نقطه كده في المساله فيبقى ده ناقص ده على طول، ويبقى كده جبت الاتش ستاتيك. طب لو ما ادهونيش ساعتها قلت لك غصب عننا لازم نديك منسوب مين؟ الجراوند ليفل اللي هو منسوب الارض او منسوب المسطح، مش منسوب الرود. خد بالك انا ما بقولش الرود ليفل، انا بقول لك الجراوند ليفل. ها؟ فساعتها هقول الجراوند ليفل ناقص منسوب مين؟ الووتر ليفل. هو يا باشمهندس ممكن ما يدينيش الووتر ليفل؟ لا، غصب عننا لازم نديك منسوب المايه في المجرى. فانا لما اجيب الجراوند ليفل ناقص الووتر ليفل يبقى انا كده رفعت المايه منين لمنين؟ من الووتر ليفل لحد وش مين؟ لوش الارض. طب يا باشمهندس هو الريسيرفوار او الرابيد ميكسنج تانك اللي انت بتتكلم عنه ده هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن خزان ارتفاعه 6 متر. طب ما انا ارجع ازود ال 6 متر اللي انا بقول لك عليهم دول، يبقى ده ناقص ده وازود عليهم ال 6 متر، يبقى انا كده جبت قيمه الاتش ستاتيك. مفهوم يا شباب؟ تمام جدا. ان يجي في مساله يطلع بقى ايه، نطلع ناس طيبين ويديك يقول لك ان الاستاتيك هيد كان بكذا متر، ودي ما حصلتش غير مره واحده في السنين اللي فاتت دي كلها معايا كده. طيب حسابات الاتش فريكشن، الاتش فريكشن دي يا شباب اللي هي فواقد الاحتكاك. ها فواقد الاحتكاك ليها عندي حالتين، اما ان تتحسب بقانون اسمه قانون دارسي او قانون تاني اسمه هازن ويليام، والاثنين انت ما بتحفظهمش، الاثنين بيجوا لك في الامتحان. انا خد بالك كاتب هنا غلط انشاءات لان انا ما بنديش الكلام ده الانشاءات، انما انت في عام مطالب ان انت تبقى فاهم الاثنين.
مفهوم كده شباب؟ طيب قانون دارسي او قانون هازل ويليام ده، ده عباره عن قانون هعوض بيه بالحاجه اللي انا حسبتها في بدايه المساله عشان اطلع قيمه فواقد الاحتكاك. يعني هو قانون بيحسب الاتش اف، قانون دارسي بيحسب الاتش اف بشكل مباشر، قانون هازل ويليام اللي على اليمين بيحسبها بشكل غير مباشر. خلينا في قانون دارسي اللي على الشمال. قانون دارسي بيقول لك ان الاتش اف ده عباره عن اف اف ال في في اكشوال تربيع على الدي اكشوال في 2 جي. كلام جميل. الاف ده اللي هو معامل الاحتكاك هيبقى معطى، ولو مش معطى هاخده ب 2 من 100 او ب 4 من 100، خلينا نثبت لنا ان هو 2 من 100 او يدولك معطى. طيب ال ال ده اللي هو طول مين؟ طول الماسوره. الدي ده اللي هو دي اكشوال قطر مين؟ ها قطر الماسوره. معايا كده؟ يبقى الدي والفي دول خاصين بالماسوره بس دول اكشوال. الجي دي اللي هي مين يا شباب؟ عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.81 من 100. مفهوم كده يا شباب؟ اقدر من هنا في النهايه احسب قيمه مين؟ الاتش اف. يبقى انا حسبت قيمه الاتش فريكشن بشكل ايه؟ بشكل مباشر. صح ولا في غلط يا شباب؟ يا باشمهندسين، يا باشمهندسين انتوا الناس بتروح مني فين؟ معاك يا باشمهندس. معايا كده؟ يبقى انا كل ده بحسب مين؟ الناس تركز معايا، انا كل ده بحسب حاجه اسمها اتش فريكشن، حسبتها الاول بدارسي بشكل مباشر، قانون تعويض مباشر. ال ال والدي والفي دول حاجات من المواسير اللي انت صممتها، انت اصلا مصممها فهي معاك. الاف لو اديها لك خير وبركه ما اديها لكش، انت بتبقى حافظ قيمتها. الجي عجله الجاذبيه الارضيه. طب هازل ويليام القانون الثاني، بص بقى الفي اكشوال دي معاك في او بتساوي 355 من 10000 في الثابت. الثابت المره دي اسمه سي مش اف بقى. الثابت ده بيتاخد قيمته من 100 ل 140 مش ل 170، وخليك شغال على 100 يعني ايا يكن بقى، هي من 100 ل 170 ولا 140، خلينا شغالين ان هو قيمته ب 100. معايا كده؟ في الدي، الدي اكشوال بس الدي اس 63 من 100. فحاجه اسمها الاس، الاس ده بقى اسمه الميل الهيدروليكي، بس خد بالك الاس هنا ليها اس، اس 54 من 100. فالمفروض ان انت بتصفي المعادله دي بحيث ان يبقى الاس في طرف وتطلع كل الارقام الثانيه في طرف لوحده وتنقل الاس. تنقل الاس ازاي؟ بدل ما هي تبقى الاس اس 54 من 100 تضرب او تخلي الاس ينضرب في كام؟ في 1 على 54 من 100. يعني يبقى الرقم اللي على الطرف الثاني اس 1 على 54 من 100. شغل رياضي يا هندسه، شغل على حسب. وتطلع قيمه الاس بتساوي رقم، الرقم ده في النهايه عباره عن الاتش اف على ال. الاتش اف دي اللي انا عايز اجيبها اللي هو الفواقد بتاعه الاحتكاك. ال ال ده اللي هو طول مين يا شباب؟ طول الماسوره. ده يا باشمهندس معادله هازل ويليام دي طلعت حوار. طب ما انا الاسهل لي ان انا اشتغل بدارسي. كلام جميل، لو ما حددلكش اشتغل بدارسي، معادله بسيطه ولذيذه وبشكل مباشر تحسب لك الاتش اف. طب لو هو حدد لك في السؤال كده ان سي هازن ويليام او الثابت سي بيساوي كذا، يبقى كانه بيقول لك حل بمين؟ حل بهازن ويليام. مفهوم يا شباب؟ انا عارف ان الكلام برضو ايه رخم شويه بس هنفهم اكتر بالمساله. اهو انا هنا حتى بقول لك ان انا احسب. نعم ونص كتير في سيكشن 10 ونص يعني. لا يا هندسه انا بالظبط دقيقتين وخلاص ان شاء الله معايا. بص يا شباب، يبقى انا هنا بلخص ثاني الكلام، ان انت بتحسب الاتش اف يا اما بدارسي يا اما بهازل ويليام. لو اديك لو اداك قيمه الاف يبقى انا كانه بيقول لي احسب بدارسي، لو اداني قيمه السي يبقى كانه بيقول لي احسب بهازل ويليام. لو ما حددش اسهل لك اشتغل بدارسي وريح دماغك. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، خد بالك بقى من حاجه، ان الاتش اف دي يا باشمهندس انت عمال تقول لنا الماسوره الماسوره الماسوره، هي انهي ماسوره بالظبط؟ هي فواقد الاحتكاك دي هحسبها لانهي ماسوره بالظبط؟ ها حد يجاوبني؟ الاثنين. الله يفتح عليك. يعني يا باشمهندس كل الليله الطويله دي وكل الغم ده هحسبه للكوندويت، فواقد الاحتكاك للكوندويت وللدليفري؟ ايوه يا باشمهندس، مش هي الميه هتمشي الاول خالص هتمشي في الكوندويت وبعدين هتمشي في الدليفري؟ تمام. فلازم يتحسب للاثنين. تمام. طب يا باشمهندس بالراحه. خلاص مش بمشي في الكوندويت عن طريق الجاذبيه، انا كده كده مش محتاج ان انا اتوقع ان انا ارفع بيها. بس هو كلامك صح هندسه، بس برضه الناس مع الدراسه لقت ان سحب الطرمبه بيأثر على سريان الميه جواه. يعني لو انا شغلت الطرمبات الميه لقوها بتجري جوه الكوندويت، اه وانا بعملها بميول
وكل حاجه، بس الناس برضو لقيتها ان الميه بتجري بسرعه او السريان فيها بيبقى اكتر، فمعنى كده ان شغل الترومب اثر على سريان الميه جوه الكوندويت، فبالتالي لازم اخد فاقد الاحتكاك معايا. ففي النهايه لازم احسب للاثنين، للكوندويت وللدليفري. يعني يا باشمهندس ال اللي عندي في المعادله دي للاثنين يعني في النهايه لازم احسب الاتش اف للفريكشن، الفريكشن للكوندويت واجمع عليه الفريكشن للدليفري. يا باشمهندس ها تمام كده. طب بص معايا بقى يا هندسه، بالنسبه للكوندويت ال ال بتاعتها يا اما ان يديني قيمتها على الشمال، انا في الجزء اللي على الشمال، يا اما ان يديني قيمتها على طول، يا اما ان انا هفرضها من 50 ل 100 فاخدها ب 100 وريح دماغك. ده رقم واحد. الناس معايا؟ انا بالظبط قدامي دقيقتين وهسيبكم. معاك يا هندسه معايا. معايا؟ طب بالنسبه للدليفري؟ ها؟ بالنسبه للماسوره الدليفري؟ خد بالك بقى معايا. لو جاب لي عنها سيره هحسبها، لو ما جابليش سيره خلاص هعتبر ان هي بصفر واحسب كل الفواقد للكوندويت وبس. وغالبا غالبا انا هتصلك في مستطيل اهو، غالبا في الامتحان بيجي يقول لي ان الووتر تريتمنت بلانت او السيتي اواي فروم كانال بمقدار مسافه. المسافه دي هي طول مين؟ يبقى خد بالك تاني، المسافه اللي بيتكلم عنها دي بتبقى طول مين؟ المسافه اللي بيتكلم عنها دي بتبقى طول، انا اسف يا شباب، اسف انا اتاكد بس على حاجه. المسافه اللي عندنا دي يا شباب بتبقى طول مين؟ بتبقى طول الماسوره الدليفري. يعني يا باشمهندس لو عن الطول بتاع الدليفري هاخدها معايا، لو ما جابش سيره عنها هحطها ان بصفر ويبقى الفواقد محسوبه للكوندويت بس. تبقى محسوبه للكوندويت بس. طب المسافه دي بتبقى مسافه كبيره يا باشمهندس، غالبا بتبقى مسافه كبيره، بتبقى 1000 1200 3000 متر، 3 كيلو 4 كيلو، ها 4 كيلو ونص. اخد المسافه دي ان هي طول الدليفري. يا باشمهندس هي طول الدليفري. معايا كده يا شباب؟ تمام. كده احنا حسبنا الفريكشن بتاع الاثنين. طب يا باشمهندسين اخر نوع من الفواقد اللي هو مين؟ الفواقد مين يا شباب؟ الثانويه. الفواقد الثانويه دي يا شباب، الفواقد الثانويه دي يا باشمهندسين هتبقى دايما بتتاخد 10% من فواقد الاحتكاك. يعني انت قعدت تعبت في حسبه الاتش ستاتيك، جميل، وفرق المناسيب والقصه، قعدت تعبت بعد كده في ان انت تحسب الاتش فريكشن من دارسي او من هازن ويليام للماسورتين، جميل، اجي برضو اتعب في الماينر لوسز الفواقد الثانويه؟ لا. قال لك لا، انت مش حاسب يا باشمهندس الاتش فريكشن بتاعه الاحتكاك، اضرب في 1/10 ويبقى ده قيمه الفواقد الثانويه. طب من هنا بقى معايا الثلاث اتشات صح كده، يبقى الاتش توتال بقت معايا ولا مش معايا؟ معانا. حلو. ومن هنا قدرت احسب مين؟ الهورس باور. الهورس باور بكرر تاني قبل ما اسيبكم وامشي، بتتحسب لكل ترومبه من اللي انت مستخدمه. لو انا مستخدم واحده ب 100 وواحده ب 50 يبقى هحسب للام 100 اللي هي ب 1/10 يعني، واحسب للام 50 اللي هي ب 50 على ال 1000 كده. لو وقفت لحد هنا يا شباب يبقى انا صممت لحد مين يا شباب؟ الترومبات. يبقى كان انا صممت بايب انتيك ولا شور انتيك؟ ها؟ يبقى كان انا صممت شور انتيك ولا بايب انتيك يا شباب؟ بايب انتيك. بايب انتيك، الله يفتح عليك. يبقى انا هنا كاني صممت بايب انتيك. طب انا لو بصمم شور انتيك يا شباب المفروض ان انا اروح اصمم مين؟ الصمب فين؟ ها؟ يبقى انا كاني بروح اصمم مين يا شباب؟ الصمب فين يا شباب؟ في النهايه. خلينا بقى نتكلم عن تصميم الصمب في السكشن الجاي، نقوم قايلين على السريع ونقوم حالين مسائل على الانتيك. خد بالك ان المره الجايه يا باشمهندس انا هخش على الحل على طول، معلش مع احترامي احنا ضيعنا سيكشن في ان احنا عمالين بنفهم الناس ايه هي الدليفري، ايه هي الشور انتيك، ايه هو الماسوره الكوندويت، السرعات كم. انت المره الجايه تلاقيني عمال بحط ارقام، احنا ضيعنا السيكشن اهو النهارده في ان احنا نفهم الدنيا بتمشي ازاي. السيكشن الجاي بقى هنضيعه في ان احنا نحل على طول. مفهوم يا شباب؟ تمام. السيكشن الجاي الساعه 8:30 بدل 9 يعني عشان ما نلحق يعني الوقت. حاضر ماشي. يعني ما انا ما باخركوش على 10:30، ما هي الساعه 10:30 اهي يعني لو في يعني حاضر، ما في امكانيه. حاضر. انا اصلا والله السكشن الجاي وحظ الرجاله، انا كان في ورايا مشوار فكنا عايزين نحدد ميعاد متاخر، فنشوف كده لو ينفع هو يتنقل يبقى السكشن الساعه 2 لو متاح يعني. خلينا نتكلم فيها على الجروب عشان ما اتركوش على السكشن اللي ورا. معلش معلش صغيره في الشيت، هو حته واحده بس في الشيت.
الجزء اللي هو السؤال الخامس النقطة دي. السؤال الخامس النقطة تمام. المسألة. اللي هو الجزء ده قال لي معامل الزيادة بتاعت الوتر كونسومشن بعشرة في المية من هل ده 10% من معامل زيادة البوبيليشن؟ حلو حلو هقولها المرة الجاية يا شباب. احنا بصوا شباب السكشن الجاي سواء بقى ابتدينا فيه 8 ونص او سواء اخرنا بعده تعالى نخصص كده ربع ساعة مثلا للمسائل اللي هي كانت من الشيت الاولاني متبقية والاي سؤال عندكم هقولها حاضر المرة الجاية تمام هندسة المرة الجاية بالموز